مستحقات الحكام المتاخره ولجنه الحكام والكلام على ان هناك من الممكن ان يكون توفيق كابتن توفيق السيد بره اللجنه خلال الفتره القادمه، وتاجيل المؤتمر الصحفي اللي كان المفروض من المحتمل او من المفترض ان هو كان تم الاتفاق ان هيعمله بريرا كان امبارح او اول امبارح وتم تاجيله لما بعد نهايه الموسم، طبعا ده خوفا من موضوع الجمعيه العموميه والكلام ده. الموضوع ده هيوصل لغايه فين؟ وانا عليا 28 مليون جنيه لمعظمهم او الحكام ليهم فلوس كتيره في هذا الامر. ده 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 مصاريف، وبالتالي انا هعمل ايه؟ موسم ولا موسم ونص ده يا كابتن؟ 10 شهور. 10 شهور. طيب حضرتك اسالك سؤال، يعني ايه الهدف من تسريب ان توفيق السيد بره؟ مش عارف. في التوقيت ما انا بكلمك لانه احنا كل الناس كانت بتتكلم على ان كابتن توفيق هو اللي له اليد العليا في في اختيار الحكام، وان هو اللي له كذا، وان هو له كذا في مباراه الاهلي وبيراميدز مثلا، كان من المفترض ان يكون هناك حكم اخر، فكابتن توفيق اللي شال الحكم ده وحط حكم تاني، كلام كتير. يا كابتن محمد فاروق دوري مش نائب رئيس اللجنه؟ ما لا، محمد لم يظهر حتى الان، يعتبر هو المسؤول. هو المسؤول. اه كابتن، انت دلوقتي قدرت تتاخر على دفع راتب بريرا واللي معاه؟ لا ما قدرتش. بريرا خد فلوسه بالعمله الصعبه حسب ما انت متفق معاه. لما يبقى المشهد باللي انت شايفه ده واحنا لغايه دلوقتي حتى انه بريرا عمل اعتقد جلسه واحده اتكلم فيها مؤتمر من في الاجازه اللي فاتت او في التوقف اللي فات قبل اللي فات، يعني قبل اللي فات، ولكن انتظروا انا ماليش دعوه، انا لسه السنه الجايه انتظروا شغلي السنه الجايه. ماشي، هننتظر شكرا السنه الجايه. هو لما يجي يقول الكلام ده كان المفروض المؤتمر اللي هو اتاجل ده هيطلع يقول لنا مين ايه اللي حصل الفتره اللي فاتت واللي جاي وتشكيل اللجنه الجديد عندي يا جماعه، تشكيل اللجنه، انا تقييمي اللي حصل 1 2 3 حسب الحاجات اللي هو ايه اللي هو كان الازعاج اللي كان حاصل لهم قبل كده من الراجل اللي مشوه كلاتنبرج فجابوا حد هادي تبعهم، يعني مش يا عم الليله حلو. طيب احنا عمال نبدل وهنمشي توفيق السيد عشان ازعج نادي وعشان غير نادي. الاختيار توفيق السيد او غيره او محمد فاروق او حتى ترشيح كابتن جهاد جريشه او غيره في الفتره اللي جايه انه يبقى موجود بيتم على اي اساس؟ يعني انت ايه هدفك؟ عاوز توصل لفين؟ يعني انت كاتحاد كوره انت بتقدم مثلا سي في وتقول لبريرا والله بص دول الناس المرشحين تعالى خد معاهم واتنين ثلاثه اقعد معاهم اختار، ولا كل واحد حسب حبيبه في اتحاد الكوره بيجيب اللي هو عايزه؟ هي دي برضو تحكم برضو يا كابتن اسلام. يعني بمعنى ايه؟ انا بجيب لبريرا بقول له بص انا عندي 4 احنا محتاجين منهم 2، واحد يبقى معاك في الممتاز، واحد في دوري النيل، واحد في دوري المحترفين. اختار، هيختارهم على اساس تزكيه ولا بتقدم سي في لكل واحد فيهم وخبراته والعمل واشتغل فين وعمل ايه؟ ده المفروض ده الكلام اللي اتقال. اتحاد الكوره بامانه شديده في ورطه كبيره جدا، خاصه انه عمود اللعبه في حد ذاته عنده ازمه، يعني ما حصلش على حقوقه حتى الان، ويمكن مجموعه من الحكام راحوا للجنه وتجمعوا واتوعدوا ان هو يتم ايه دفع جزء من المستحقات. هو انت كمان انت هو ليه المؤتمر بتاع بريرا اتاجل؟ من ضمنه اتاجل ان الحكام عملت ايه؟ قالت احنا اليوم ده هنروح بقى ما يشبه ان احنا تجمع يعني، ولكن احنا مش هنتجمع، احنا هنقول للناس من خلال المؤتمر الصحفي ان احنا فاضل لنا علينا 28 مليون جنيه. بس المعلومه معروفه اصبحت طبعا، بس هو يعني هو برضه عاوز برضه عايز حقه كمان برضو. انت عندك ايه وحقهم يا استاذ جمال بيني وبينك برضه يا كابتن سام برضه عندك كفايه النقد اللي طول السنه. ايوه عندك جزء كمان من الحكام تخطوا السن القانونيه، في كلام في اتحاد الكوره ان الوصل لسن 45 مش هيتم التجديد ليه، في ناس ممكن تكمل عشان دوليين مثلا تقعد 3-4 شهور لغايه ما تنتهي مدتها مثلا وخلاص، يبقى في غير في بدايل. البدايل يمكن احنا بنشوفها اتنطورت كده في مباريات الكاس وكده، لكن لسه برضو ما تمش الحكم عليها، والوجوه الجديده هيكون فيها ليها حسابات اخرى. الامر في مجمله انك انت هل الفلوس دي بتاعت الانديه بتاعت التحكيم اتحاد الكوره ما حصلهاش من الانديه؟ حصلها، دي اول حاجه. حلو الكلام، يعني انت في بدايه الموسم عملت ايه طبعا. اين ذهبت هذه الاموال؟ راحت فين؟ صرفت فين؟ عاوزين نعرف. ما دي المفروض انت لما بتاخد حاجه زي كده مش انت بقى اعضاء الجمعيه العموميه. انا بكلمك اهو، لا ما انت حضرتك دلوقتي اعضاء الجمعيه العموميه لاتحاد الكوره. هم اللي من حقهم يسالوا. انا بقول لحضرتك المفروض الفلوس دي تتحط فين يا كابتن؟ اي اداره رقابيه تتحط في حساب ايه؟ حساب خاص للتحكيم. الانديه دفعت يا عم، انا عليا كام؟ عليا 1 مليون اتفضل. قبل ما يبدا الموسم عليا 1.5 مليون اتفضل يا فندم. عليها 2 مليون السنه دي زودوهم 500,000، هم كانوا 1,250,000 بقوا 1,750,000. ما انا بقول لحضرتك اتفضل يا فندم، خدت فلوس راحت فين؟ عاوزين حد يطلع من الاتحاد الكوره يقول لنا والله الفلوس بتاعت التحكيم المفروض تخش تدخل الخزنه
او الحساب اللي معلوه للحكام عشان يتصرف عليه بصوره ونحافظ على كرامه الناس وعامل الشغل واتحاد الكوره. يعني كانت خطوه مهمه جدا فتره من الفترات، كانت الانديه هي اللي بتدفع بعد المباراه بتنتهي، الاداري بيسلم طاقم التحكيم. الوضع بعد كده ما الناس اشتكت بقى فيها حاجه شيك، وبقى كده الناس بتدفع فلوسها من الاول ومن الاخر. فين الفلوس راحت فين؟ وده سؤال برضو يتسال اتحاد الكوره والقائمين عليه، فين يا جماعه؟ من اللي خدها واتصرفت فين؟ يعني عاوزين نفهم برضو. ما دي برضو مشكله كبيره جدا. انت محافظ على الراجل الاجنبي بتدي له حقه، ودول يعني دول ما يستحقوش ان هم يعني، طب يعني هيصرفهم فين؟ ما لو اعتقدنا انه ما عندهمش شغل او حياتهم كلها في التحكيم خلاص، يعني صحيح. هيروحوا فين يجيبهم فين يعني؟ حتى لو في ناس بتشتغل ماشي، ده جزء برضو بياخد منه وقته ومن جهده ومن عرقه والكلام ده برضو فين يعني؟ عاوز اقول لحضرتك على حاجه بامانه، في حاجات برضو اتحاد الكوره مش قادر يجاوب عليها. يعني ايه ده؟ كان المفروض الجمعيه العموميه يسالوا وطبعا الحكام اكيد هيكون لهم موقف في الايام اللي جايه. ده تساؤل مهم جدا. زي ما انت دفعت للراجل وبتديله راتبه الشهري بتحافظ عليه، كان المفروض الاول ليك برضو على الاقل تدي حتى جزء يعني من العشر شهور، تدي خمس شهور حتى. تعرف يعني ان الراجل ده ممكن يكسب الحكام الفتره اللي جايه؟ مين هو بيريرا؟ ان هو يطالب ويقف معاهم في المطالبه. هو ليه المتاخرات دي كلها؟ ما احنا بنقول طالما الفلوس بتجيلك والانديه بتدفع، وفي انديه ما بتدفعش طبعا، في انديه عليها عليها مديونيات طبعا، ما احنا عارفين طبعا. البدايه ان الكل لازم يدفع اللي عليه، صحيح. ثانيا انك ليه توصل الامر الى ان المتاخرات تبقى 28 مليون؟ مين اللي هيحكم ماتش الاهلي والمصري؟ تعرف يشوف حد بيقبض بقى لا او حد من اللي بيسافر والله لا قبض يعني فلوسه المستحقه يعني المتاخرات بتاعنا حد يكون خد المستحقات يعني. حد خد المتاخرات هي فعلا او حد من اللي بيسافر وبيرجع بيلم من هنا ومن هنا. فاكر احنا مره حلمنا واحنا مع حضرتك مره ان الحكام المصريين يجب لما يكون في مباراه برج العرب مثلا ان الحكم يبقى مبيت في الفندق زي لعيبه. انت كويس يا استاذ جمال؟ انا اخبارك ايه يعني؟ ما انا بقول لك عليك. انا لازم تعمل له يعني عربيه خاصه وبتاع وحراسه كمان عليه على الجانب يعني، بدل ما يروح يوم المباراه. بس ده ما بيحصلش حتى بره يعني، لكن يوم المباراه هي فكره على فكره يعني اتكلمنا فيها كتير، بس فكره حلوه جدا. وعلى فكره انا بسمع الشكوى دي من حكام عاملين كمان، خلي بالك حكام يقول لك انا بس احسبها يا استاذ جمال، الناس بيهاجموني وهما مش عارفين. يا استاذ جمال احسبها برضو، انت عندك كم حكم في كم درجه؟ ما في فلوس. خليك في الممتاز بس. خليك في الممتاز، خلينا في الممتاز بس الاول طبقها بس. وبعدين الممتاز ماشي فلوسه موجوده، وجهه نظر ماشي فلوسه موجوده. وبعدين انا بقول لك سمعتها من حكام انهم بيروحوا مناطق نائيه بعربياتهم. ما طبعا وممكن جدا العربيه ممكن يسرق العربيه وتبقى. ممكن الراجل يتذبح. استاذنا ده في كارثه، بس في حاجات غريبه جدا بتحصل.